فعندما أعلنت الولايات الجنوبية انفصالها عن الولايات المتحدة الأمريكية اشتعلت الحرب الأهلية، فقد كان هدف الاتحاديين الحفاظ على وحدة البلاد وإعادة الولايات المنفصلة، ولكن سرعان ما أضاف الرئيس أبراهام لينكولن هدفاً آخر وهو إلغاء العبودية، وأصدر في 22 من سبتمبر عام 1862 إعلان تحرير العبيد المبدئي، وجاء فيه أن العبيد في الولايات الجنوبية المتمردة سيكونون أحراراً خلال 100 يوم إذا ما عادت تلك الولايات إلى الاتحاد. وبالفعل في الأول من يناير من عام 1863 وبعد مضي 100 يوم تراجع الانفصاليون عن تمردهم، فأصدر لينكولن الإعلان النهائي لتحرر العبيد الذي أعلن بموجبه أن جميع الأشخاص المحتجزين في الولايات المتمردة هم من ذلك اليوم فصاعداً أحرار. وفي نهاية عام 1865 تم تعديل الدستور الأمريكي والقضاء على العبودية في جميع أنحاء أمريكا.